السلام عليكم. السلام. مساك الله بالخير يا شيخ العزيز. حياك الله. يا شيخ اذا كان عندي مصحف خاص بي. نعم. عندي مصحف خاص بي يا شيخ. اي. هل يجوز لي اني اكتب على المصحف تفسير بعض الكلمات وشروحها وذا؟ لا لا لا. ما يجوز يا شيخ. خارجي خارجي. على هذا يا شيخ. اي نعم. اقول على جانب الصفحة. يجوز. لا هذا خارجية. كيف خارجية يا شيخ؟ احفظ اوراق الخارجية للذكرى فائدة. اه. لكن على نفس المصحف ما يجوز يا شيخ. فوائد. اقول على نفس المصحف ما يجوز. معروف السلف ان المصحف لا يحط على الشيء الا اذا كان تفسير. هو تفسير يا شيخ. تفسير بين الايات. اي تفسير بينات النفسي خاص لي يا شيخ. اقول تفسير خاص لي انا. اكتب معاني بعض الكلمات سبب نزولها وهكذا يا شيخ. لا بس لكن باب التفسير ان شاء الله. كان هذا الاتصال على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله. اذان صلاة العشاء يوم الاحد 11 من شهر ربيع الأول عام 1400